السلام عليكم. خلينا نشوف ازاي نرسم مجموعة من الخطوط في برنامج الداينامو. اول حاجة خلينا نرسم نقطة بوينت. النقطة دي بمعلومات الاكس والواي والزد بتاعتها، تمام؟ فانا عايز اديله الاكس والواي والزد، فهاجي هنا. هو افترض ان ده 0 0 0، فاقول له انا عايز من 1 ل 22، وكل مرة زود لي واحد، ممكن يزود لي 2، ممكن يزود 3 زي ما انا عايز. ده هيبقى في الاكس بالشكل ده. طيب بعد كده اقدر اقول له انا عايز ارسم لاين. بمعلومية اول نقطة واخر نقطة بالشكل ده. طيب الاول نقطة اهي. طب اخر نقطة هقول له النقطة دي، بس هلغي الاكس دوت، واقول له انا عايز هعتبرها ب50. تمام، اول مره خليها في الواي بس، اللي هيحصل بدا يوصل للواي. تمام، طب اعتبرها في الاكس والواي، تلعب بالشكل ده. طب خليها في الاكس والواي والزد، فبقى عندي كل نقطه من دول بيبدا يوصلها بالنقطه دي، تمام، اللي هي 50 50 50. ممكن اقول له لا، خليها لي 22 22 22، تمام، بالشكل ده، فيبدا يغير. برضه هنا لو جيت غيرت، يعني هنا من 1 ل 22، طب خليتها تكبر درجتين درجتين، اللي هيحصل هتلاقي كل واحده اتطرحت بقى، هو يجمع 1 وبعد كده 3 وبعد كده 5 وهكذا، تمام. خليها ترجع 1 تاني بالشكل ده. ممكن تدوس هنا عشان تقدر تعمل زوم على الجزئيه ديت. واي جزء انت بتعمل سيلكت عليه، هو بيبدا يقول لك الجزء ده مسؤول عن انهي جزء في الرسم. ممكن تيجي هنا تروح دايس مرتين وتغير الاسم، يعني تقدر تسميه مثلا لاست بوينت مثلا. اوكي، تقدر تعمل كريت جروب، تدي لون مثلا للجزء دوت، وتيجي هنا تروح معلم على دوت وتقول له ايه كريت جروب، وتدي ده شكل ولون زي ما انت عايز.